خليني انتقل معاك الى القضايا اللي طرحتها في برنامجك السنعوسي. نعم. انا تلمست ان هناك قضايا طرحت في هذا البرنامج مو بس لانها تهم المجتمع، الا لان ابو طارق كان مؤمن فيها وعايشها وعاصرها. نعم. تمام؟ خليني اروح وياك الى حلقة كمال الأجسام والهرمونات. نعم. هذه الموجة اللي كانت موجودة. عدل. ليش اخترت هذا الملف وهذه القضية؟ أنت بحسب علاقتك في المجتمع ونشاط المجتمع ونتاج المجتمع، نعم، تتلمس وتعرف القضايا المهمة اللي ظهرت على السطح. يعني الآن صالون الحلاقة للنساء، نعم، في كل كورنر، كل عمارة، في 4-5 محلات. صحيح. يفرض عليك انك تقول شو القصة، كل هالناس تروح عشان تسوي شعرها او ميك اب. المحامين، اكو عمارة ما فيها 6-7-8 محامي، اذا قضية المحامين هذه وكثرتهم هي مي بالكثرة بعد. صحيح. بالنوعية. صحيح. وهكذا، فأنت المجتمع وممارسة أشياء كثيرة تفرض عليك إثارة الموضوع. طيب. كمال الأجسام بدأ ومساوئه وسلبياته أكثر بكثير من إيجابياته في ذاك الوقت. مو لأن أبو طارق في يوم من الأيام كان بطل في هذه الرياضة وشعر بالاختلاف ما بين الماضي والحاضر اللي كان يعيشه في ذاك الوقت وعرف أن اللي قاعد يصير غلط؟ ما فهمتك. ما فهمت ايش تقصد يعني. مرة ثانية. ايه. محمد السنعوسي. ايه. ما كان يمارس رياضة كمال الأجسام؟ لا اخرطي بس كذا تشيحط. مو صحيح. ما نشر في الصحافة في ذاك الوقت. بلى في صورة نشرت. أنا في، لازم تعرف أن أنا في وأنا صغير في، نعم، المدارس، في مدرسة القبلية، المثنى، نعم، المرقاب، صلاح الدين، ماكو فريق، الفريق الخاص او فريق كرة السلة او الهوكي. أيه. او اي شيء الا انا فيه. وممكن اكون اسوأ واحد في اللاعبين كلهم، لكن لازم اشترك. بس الصورة اللي انا، الصورة انت كانت فترة، اقدر اقول عنها كنت فتنس ولا بلغة جيل هالوقت مجسم ابو طارق. اي بس لا لا، كان كنت البنية مالتي. أيه. سليمة وصحيحة وفيها شوية. نعم. شوية عضل راح وين. نعم. لكن كنت أنا أتمنى، كنت يعني عاشق للأجسام، ولكن أخاف لا أستخدم أدوية. نعم. ولا حبوب ولا مقويات. بالضبط. وأسمع، وكان في عندي دكتور خاص استشيره في كل صغيرة وكبيرة، وأنا أمارس إلى فترة قصيرة على فكرة، بس إن القصيرة هذه خذت 6-7 سنين لأكون هذا الجسم. بس ما حصلت على بطولة ولا اشتركت. ولا اشتركت. بس أبي أتحلى في نفسي وأنا. نعم. أشوف روحي بجسم سليم. طيب.